ما حصل اليوم هو كان امرا طبيعيا بالنسبه لنا كبنوار. كان هناك دعوه لتظاهره سلميه ومسيره سلميه بخط سير واضح مبين في مكان امن في الاصل، لا ديكاتري ولا شيء. لكن تفاجانا قرب جوله الحوض بترسانة من العسكر والاليات، فاجات المظاهره والمسيره السلميه باطلاق الغاز والرصاص الحي، وكانت المسيره كبيره والحشد كبيره. ردة فعل لما حدث بالامس في صنعاء احتجاج من ابناء تعز وتظاهر من ابناء صنعاء، اسفر هذه المواجهه عن 3 شهداء او شهيدين بالاصح و 20 اصابه بالرصاص الحي، من هذا الافعال الحرجه وعشرات الاصابات بالغاز المشابه للرجال والنساء.